بسم الله، النهاردة إن شاء الله نتكلم على سام باس ديجرام. تعالوا نرسم أي زون، تمام؟ خلينا نرسمها بالشكل دوت، تمام. بالشكل دوت هو أقول له سكيب، وممكن مثلا أحط شباك، تمام، أو أعلم على حيطة. دخلنا معلش على الحيطة، هيعمل إيه؟ هيعمل شباك على كله. يعني لو انا معلم على الزون وقلت له انا عايز اعمل شباك، كان يعني طبعا مفيش حاجه اسمها ان تعمل شباك في كل حيطه، يعني شفتهاش قبل كده، تمام. هقول له اوكي، هيعمله كله حتى فوق وتحته، يعني ده يعتبر زي اوبننج كده، تمام. فنلغي، ماشي. طيب دلوقتي بقى لو انت عايز تظهر موضوع الشمس، بتيجي هنا وتقول له ديسبلاي سان باس والانوال باس وديسبلاي شادو بالشكل دوت، وتبدأ تحرك الشمس بالشكل الجميل دوت، وتقدر تقول أنا عايز أشوف ال أشوفها الظل بتثبت اليوم وبعد كده بتغير في الوقت، أو العكس بتثبت الوقت وبعد كده تغير في اليوم، تمام. طيب إحنا بقى عايزين نعمل حاجة تانية غير كل ده خالص. أقول له كالكوليت وأقول له أنا عايز سان باس دايجرام، فبيبدأ يجيب لي سان باس دايجرام بالشكل دوت، تمام. ومديني الاختيارات ان انت تختار عايز جرافيك بالشكل دوت او سان باس بالشكل دوت او بالشكل ده دايجرام بالشكل دوت، تقدر تختار. وده الداتا اللي انت عايزها، تمام، اللوكال والسولار والاعدادات اللي انت عايزها، تمام. طيب ده ممكن تبقى كده مطلق لكل العناصر، او تقول له لا ده انا عايز مثلا تمسك لي عنصر عنصر، حيطه حيطه، ونبدأ ندرسها. خلي بالك انت عندك هنا العناصر المكتوبة، يعني زي مثلا عندي 7 عناصر مثلا، مرسوم مثلا 4 حوايط مثلا، او 4 حوايط وكم وسقف وارضية، فبيبدأ بقى كل عنصر فيهم يبدأ يجيبه لي، تمام، ويقول لي الابعاد بتاعته والحسابات بتاعته بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اشوفها بأي شكل من الاشكال او تغيره من هنا، تمام، وتحدد بقى يقول لي سام بوزيشن كل عنصر من عناصر، تبدأ تعمل دراسة ليه وتعرف كل المعلومات اللي عايزها، تمام. تقدر تيجي هنا تقول له كالكوليت شادنج، وتقول له مثلا عايز تحسب لي بسرعة السب ديفيجن بتاعي الكالكوليشن داتا، هو يبدأ يحسب لك الحسابات بتاعة الشادو، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. فهو ما شاء الله يقدر يعمل لك تقارير كويسة جدا، تقدر تسيفها زي ما انت عايز، تعملها امبورت واكسبورت وتسيفها، ممكن تاخدها كصورة كجدول، تغير في نوع الجرافيك اللي انت عايزه كنوع شادنج ديسبلاي وهكذا.